البلكان على القام القريب بالثالثة في المرمى أو الثالثة في المرمى. بلكان يصنع وفرنانداو يحرز أولى أهداف اليوم. نعم أولى الأهداف تأتي بعد مرحلتين تجربتين محاولتين. يأتي فرنانداو بالثالثة في المرمى. التماسيح الخضر تأتي بكل السعادة. قدم في النهائي، خطوة في النهائي، محاولة للوصول من فرنانداو لمنطقة الجزاء يتحصل بها على خطأ. يأتي فولكان بعرضية ويأتي فرنانداو برأسية ويأتي نادي بارسا في النهائي بأولى الخطوات. في الرابعة المهاجم فرنانداو تسلل غير متواجد، شرعية كبيرة جدا في أحداث هذا اللقاء بهذا الهدف. فرنانداو مقصية رائعة جدا، الكل يشاهد، الكل يستمتع، الكل يسعد بهذا الهدف من فرنانداو. أصحاب الأرض يضع القدم الثانية في النهائي، فرحة كبيرة. عرفان سعيد بلا شك، مدرب متواضع مخبور يطيح بروبرتو مانشيني على أطراف الملعب وليس العمق. لا تخطأ أمام طاحونة هولندية، لا تعبث مع طاحونة هولندية اسمها شنايدر. خطأ ساذج جدا، تهاون واضح جدا من بورسا سبورت ليأتي شنايدر بهدف الأمان. نعم بحث عن الهدف منفردا كثيرا. هنا انت بتتدلع، ملهاش كلمة تانية، ملهاش مصطلح تاني، انت بتتدلع. مش ممكن لقطة فيها تهدئة الكرة على الصدر بهذا الشكل من بالطو، اكيد اكيد تدفع الثمن غاليا جدا امام شنايدر. عندما كان اداء بورصة اداء رجولي اداء مسؤول تقدم بهدفين، للحظة تهون امام شنايدر. هدف احراز الفارق يأتي الان. هذا الهدف يجعل روبرتو مانشيني يفكر بطريقة. أوزاتورك يتسبب في ركلة جزاء، والان هدف في الانتظار. التعديل سباسيان فري ايام انا، والان التسديد. إنان يحرز هدف التعديل، ليس هدف تعديل لقاء اليوم فقط ولكن هدف تعديل للمحصلة ككل. 2-2. نعم لجالاتا سراي شخصية تحترم، نعم لتاريخ هذا النادي أداء يحترم. بورصة سبورت يعاني كثيرا في الدقائق القادمة. ركلة جزاء عصيبة جدا، سباسيان فري صعب جدا انه يتعامل مع الكرة دي. هدف الآن نادي جالاتا سراي يأتي بثالث الأهداف. يلمز يسعد كثيرا في بورصة. يلمز استطاع ان يحرز الهدف، لكن شوف شنايدر عمل ايه، شوف شنايدر اضع الكرة ازاي، شوف هنا التكملة في منتصف الملعب والمتابعة من يكتا والعمل الجماعي كبير وكبير للغاية. التسلل غير متواجد اثناء التسديد، التسلل غير متواجد، المتابعة شرعية جدا. هدف لا محالة في النقاش فيه انه هدف شرعي 100%. نادي جالاتا سراي يحرز هدف الان. اي تعادل ياتي في هذه اللحظه من صالح نادي جالاتا سراي. 3-3 تاهل جالاتا سراي. اي فريق يحقق الفوز مبروك عليه التاهل. 3-3 تؤهل جالاتا سراي، 4-4 تؤهل جالاتا سراي، اي نتيجه تؤهل جالاتا سراي. الان نادي بورصة يحتاج للفوز ولا شيء سوى الفوز، يحتاج لهدفين، يحتاج لهدفين. خلاص النتيجة أصبحت 3-2 لنادي جالاتا سراي، الوضع اختلف تماما، المعطيات تضربت تماما. 3-2 لجالاتا سراي.
التسلل غير متواجد، باصة والتانية في أداء سريع وسريع جدا بوجه القدم الخارجي من اللاعب صبري قائد الفريق، يمرر الكرة ليلمس، يلمس لا يتهاون في لمز الكرة في الشباك، يلمس يضع الكرة في الشباك. نعم رابع الأهداف جالاتاسراي، يغير المعطيات تماما. منذ دقائق كان بورصة قريب للغاية من التواجد في النهائي الخامس في مسيرته، الآن نادي جالاتاسراي يقترب من لقب الـ15 ويستفز الجماهير، ورد الجماهير كانت بالمياه. الآن نادي بورصة، الآن جالاتاسراي يأتي بكل أريحية، يأتي في الشوط الثاني لينهي النقاش تماما. هدف خامس في الانتظار، والآن فيليبي ميلو، بن صالحك يا ميلو على الإنذار اللي خدته على الأداء المميز، البرازيلي فيليبي ميلو يضع الكرة في الشباك، خامس الأهداف والتأهل خلاص، التأهل برازيلي هولندي بكفاءة عن طريق اللاعب يلمس، بقدرة لفيليبي ميلو، بمهارة شنايدر، بقدرات كبيرة للغاية من روبرتو مانشيني في أحداث الشوط الثاني. ينهار نادي بورصة، التماسيح أصبحت أليفة للغاية. هدف خامس، لقاء يشهد 7 أهداف، لقاء مثير جدا. نعم فيليبي ميلو، يعني طالما برازيلي يبقى اغلب الظن انها ركله جزاء، يعني جت فتره كده سنه من السنين لا اذكر من 4